سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. بلقاكم مقلوبنا فرحانة. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانة. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا، مرحبا بكم. شفتوا عمو يزيد يرحب بكم في مدينة ألف قبة وقبة. شكرا 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 شكرا. يا أطفال، على بالكم باللي عمو يزيد مع مجمع الشروق الإعلامي، شركة رامي وشركة شيبس مهبول، حبوا يوصلوا كامل لأطفال الجزائر. على بالي باللي أطفال الجزائر كلهم حابين يجوا الحصة مع عمو يزيد. حابين يجوا الحصة؟ اذا حنا ما عليكم الا تسجلوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com ولا الصفحه الرسميه عمو يزيد الصفحه الرسميه. ولكن حنا حبينا نسبقوا الاحداث، رانا نكلموا الاطفال باش يجوا يحضروا في الحصه وكامل، ولكن حبينا حنا نزوروا هاد الاطفال لاننا حنا متشوقين اكثر منكم باش نشوفوكم. شكرا 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 شكرا. عمو يزيد يزوركم في هاد الحفلات، حقيقة هي تربوية ولكن في قالب ترفيهي، حفلات هادفة تحبوا الاحترام. تحبوا الاحترام يا أطفال، على بالكم بلي الطفل الخلوق الناس تحبوا. واش هي الأخلاق؟ واش هو الاحترام؟ بزاف الناس يتكلموا ويقول لك لازم تكون تحترم الناس، لازم تكون ترد بالك، تكون عندك أخلاق عالية. على بالكم واش هو السر؟ السر باش تكون عندك أخلاق عالية والناس تحبك هو أنك تعامل الناس كما تحب أنت أنهم هما يعاملوك. حبيت الناس يكونوا لطاف معك لازم تكون لطيف، حبيت الناس يحترموك لازم تحترمهم، حبيت الناس يوقروك ويقدروك لازم أنت تقدرهم، شيء مفروغ منه. عمو يزيد دار لكم أغنية على الاحترام. على الاحترام نقول فيها هذا حوار، حوار بين طفل والوالد نتاعو، يقول له يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يجاوب الوالد نتاعو يقول له لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. يا أحبائي الاحترام مهم جدا. لما تخرج من البيت لا ترفع صوتك أبدا في الحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت والصبي. الاحترام
جميل باش المجتمع تاعنا يكون يعيش في سلام وهناء. يا اخي اطفال عندكم اخلاق انتوما؟ عندكم اخلاق؟ اذا يا ابتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع تسبيقة حارة على عمو يزيد. شكرا 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 شكرا. إذا لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. يا أحبائي في التأني السلامة لما تخرج يبعتك والديك تروح تشريك حاجة ولا لازم تدخل الدكان بهدوء تلقي السلام دائما ولا تعجل في طلب الشيء لأنه كاين الناس قبل منك واش دير من بعد ما لازمش تعجل حتى لا تسبق غيرك ظلما كل واحد ودوره. يا أخي أحبائي يا أخي إذن أحبائي مهم جدا أن الإنسان تكون عنده أخلاق أخلاق عالية. حبيت يا أطفال واش رأيكم شكون اللي يقدر يقول لي يا أخي إحنا رانا في شهر مارس شهر مارس مليء 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 بالمناسبات
كاين مناسبة أول مارس، كاين 8 مارس، كاين 21 مارس، كاين 14 مارس، كاين مناسبة 19 مارس عيد النصر كذلك. كلهم 19 مارس عيد النصر، عيد النصر كاين مناسبة. هذه المناسبة تجي يوم 2 أفريل، يوم 2 أفريل هي شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، هو يوم عالمي للشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة. شكون هما؟ اليوم العالمي لي يوم 2 أفريل. دبدوب، شوف شوف أصدقائنا اللي عندهم جواب، شكون اللي عنده جواب؟ يوم 2 أفريل هو اليوم، هو اليوم، شكون اللي يعرف؟ اليوم العالمي لي، شوف الشباب هذا، شوف الشاطر هذا، اعطوا له الميكرو، تعال تعال. واسمك وليدي؟ معمر. معمر معمر؟ ايه. واسمك؟ معمر. معمر معمر، الله يبارك. شحال في عمرك معمر؟ ها؟ شحال في عمرك؟ ثمانية. ثمان ايام؟ ثمانة ايام؟ سنوات. ها سنوات، عم بالي ثمان شهور. يوم 2 افريل يا معمر هو اليوم العالمي لي، يوم 2 افريل هو اليوم العالمي لي شكون؟ فئة من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة. شكون اللي يعرف؟ ما عرفتش معمر، معليش. شوف الشابة هذه، شوف الشابة هذه، شوف الشابة هذه، اعطوا لها الميكرو، اعطوا لها الميكرو، اعطوا لها الميكرو. دوك يجيك الدور. واسمك بنتي؟ تقوى. واسمك؟ تقوى. تقوى، الله يبارك تقوى. يوم 2 أفريل هو اليوم العالمي لي معاقين. لا لا، اليوم العالمي للمعاق هو يوم 3 ديسمبر. يوم 2 أفريل يوم عالمي لذوي احتياجات خاصة، ولكن شريحة معينة، شريحة معينة عندهم اضطراب. شوف الشباب هذا، اعطي له، اعطي له، معليش معليش، اعطي لي صديقي، فوالا، اعطي لي صديقي. بلول احمد ياسين، بلول احمد ياسين، حطوهم هنا. واسمك ولدي؟ اه. واسمك؟ بلول احمد ياسين. عماد الدين؟ احمد ياسين. احمد ياسين؟ اه. الله يبارك، الله يبارك. واش مستنى تقرا احمد ياسين؟ ولا متوسط. شحال جبت المعدل؟ 11. 11. المره الجايه كي نجي ما نصيبك جبت 11، نصيبك جبت اكثر يا اخي، وعد هذا. بالتوفيق وليدي، بالتوفيق. واش هو الجواب؟ اليوم العالمي لي للمعاق. لا 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 لا، اليوم العالمي للمعاق هو 3 ديسمبر، ولكن اليوم العالمي لشريحة معينة هو يوم 2 أفريل. شوف الشاطر هذا هنا، هنا، أعطيني الميكرو للشاطر هذا. هذا الشاطر، هذا هذا هذا. واسمك ولدي؟ أكرم. أكرم، واش مسنة تقرأ أكرم؟ سنة متوسط. سنة متوسط. سنة؟ سنة متوسط. ثانية متوسط. شحال في عمرك؟ 13. 13 يوم؟ لا، سنة. شحال في عمرك؟ 13 سنة. 13 سنة، الله يبارك. شحال جبت معدل؟ 15. شحال؟ 15. تصفيق عليه، تصفيق عليه. عمو يزيد اللي حب اللي يقراو مليح. تصفيق عليه. واش هو الجواب؟ السم والبكم. لا 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 لا، ماشي السم والبكم. لا لا، عطي للشباب هذا دقيقة، أعطي للشباب هذا. واسمك ولدي؟ اسمي أكرم. واسمك؟ أكرم. أكرم، الله يبارك. شحال في عمرك أكرم؟ عمري 13 سنة. 13 سنة؟ واش هو اليوم العالمي لي؟ للبيئة. لا لا، اليوم العالمي للبيئة في جوان. اليوم العالمي للبيئة، شوف الشابة هذه، أعطي لها الميكرو. أعطي لها، أعطي لها، معلش. الشابة هذه، يلا. واسمك بنتي؟ واسمك؟ نوزين. واسمك؟ نوزين. عاودي لي.
دوجين. دوجين اسمك شباب، الله يبارك. شحال في عمرك دوجين؟ شحال في عمرك؟ 8 سنوات. 8 سنوات. واش هو الجواب اليوم العالمي لي؟ للتوحد. لي؟ التوحد. تعالي تعالي صبت الجواب. اروحي 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 قوليهن. اروحي بنتي تعالي جيبوها لي. تصفيق حار لعمي محبوب. أعطونا تحية، تحية لصديقي محمد محبوب. تحية تحية كبيرة من فضلكم. تحية أقوى أقوى أقوى. شكرا شكرا شكرا. محمد محبوب صديقي منذ أكثر من 25 سنة. محمد شكرا شكرا. واش تقول هذه البراءة محمد؟ على كل حال مرحبا بكم، شكرا على مجيئكم لنا هنا، وهذه التفاتة طيبة لأبنائنا وخاصة جد في العطلة. شكرا لكم جميعا، شكرا للحضور، شكرا للشبيبة والرياضة بدون استثناء، كل إطارات الشبيبة والرياضة بالواد بدون استثناء، شكرا لكم. تشفيقة حارة وتزغريتها، يعطيكم الصحة. شكرا شكرا شكرا. والله هدية نعتز بها. شكرا شكرا، وخاصة من عند صديق عزيز. إذن تعالي بنتي، تعالي تعالي بنتي. إذن هو اليوم العالمي للتوحد، اضطراب التوحد، يوم 2 أفريل. على بالكم باللي اغلب الحالات تعالج، ولكن لازم نعرضوا ولادنا على الاطباء. اذا اليوم 2 افريل هو دبدوب، جيب لي الهديه تاعها. اذا يوم 2 افريل هو اليوم العالمي لاضطراب التوحد. اعطيني الهديه تاعها، اعطيها لي. فوالا. اذا بنتي رامي راعي برنامج مع مو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. نعم. الله يبارك. تفضلي بنتي. شكرا شكرا. إذن يا أحبائي، مليح تكون هناك التفاتة لذوي الاحتياجات الخاصة. تعرفوا الأغنية تاع مو يزيد؟ ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. تغنوا كامل معايا هذه الأغنية للأطفال اللي ما يديروش الواجبات تاعهم، وانتوما لازم تديروا الواجبات تاعكم. يا أخي منضبطين انتوما يا أطفال؟ وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. Thank you.
بمعرفتي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي ضيعت وقتي سودا في اللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة كلا لم أقم به صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب تسبيقة حارة تسبيقة شكرا 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 إذن يا أطفال لازم تحتفظوا وتحفظوا المقطع الأخير اللي يقول فيه عمو يزيد من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي شكرا تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي يا أحبائي الأولياء مهما درنا للوالدين عمرنا ما نقدروا نرجعوا لهم واش داروا لنا إذن يا أحبائي البر بالوالدين كاين أغنية أنا نحب الطبيعة تحبوا الطبيعة تحبوا الأزهار تحبوا العسل إذن العسل يأتي من النحل ومن رحيق الأزهار كاين أغنية نقول فيها حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى تغنوها معايا يلا حطت نحلة النحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى يلا حطت نحلة كاملة حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة زهرت كل حقول الزهر زهرت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال حطت نحلة فوق الزهر شربت من مبسمها قطرة Thank you.
باب الأطفال. قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال، أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح، أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح. حطت نحلة فوق الصهر شربت من مبسمها قطرة. فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى. شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. زارت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر. زارت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر. قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. حطت نحلة فوق الزهر شربت من مبسمها قطرة. أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح. أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ونشكر قناة الشروق على هذه المبادرة الطيبة وعمو يزيد على هذه الالتفاتة الطيبة للأطفال وبخصوص في هذه العطلة. أشكر عمو يزيد على هذه المبادرة الشيقة، شكرا عمو يزيد. أشكر عمو يزيد على زيارته إلى مدينة الواد، وأشكر مديرة الشباب والرياض. أشكر عمو يزيد. أشكر عمو يزيد على الحفلة الممتازة، ويحيى عمو يزيد. نشكر عمو يزيد بزاف على هذه الحفلة. السلام عليكم، نشكر قناة شروق تي في، ومرحبا بشاب يزيد هنا عندنا في واتسوف، ونتحي بالنسبه للناس واتسوف ونقول لهم يعطيكم الصحه، وان شاء الله عقوبه العام الجاي يزيد يرحب بنا في مدينه واتسوف.